تسببت محنة المناطق المتضررة في الزلزال بتركيا في حزن وقلق في جميع أنحاء البلاد. وإدراكا لهذا الوضع، شارك خليل إبراهيم جيها وسيلة ترك أوغلو، وهم أحد الأزواج المشهورين في تركيا، في حملة جمع التبرعات عبر البث المباشر. في هذه العملية يحاول الزوجان مساعدة الناجين من الزلزال، وشاركوا مع الجمهور طلبوا من معجبيهم التبرع بعد أن جذبت حملاتهم المماثلة الكثير من الاهتمام. وسيتم إرسال التبرعات التي جمعوها في البث المباشر للزوجين إلى السلطات لتقديم المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال من قبل معظم المشاهير في تركيا مثل خليل وسيلة الذين شاركوا في حملة البث المشترك. وقد حظيت هذه الحملة بدعم وإشادة الصحافة الشعبية. شاهد الفيديو الخاص بحتى النهاية لمعرفة تفاصيل الأخبار. أنا أسعى جاهد لنشر آخر الأخبار في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى التبرعات التي تم جمعها في البث المشترك لجميع القنوات التلفزيونية التركية لضحايا الزلزال أثناء الحديث عن دخول كيفانشتاتليتو في البرنامج ودموع الممثلة إستومسو أوزديمي وإيدا إيجي وسيلة ترك أوغلو ودينيس. تلقى الممثلون الذين كانوا في وقت قصير على أجندة تويتر. أصبحت سيلة ترك أوغلو التي تجمع المساعدات لضحايا الزلزال منذ أيام على جدول أعمال تويتر، وعلقوا: أنت تجسيد لمشاعرنا، ورأى الناس التعب وقلة النوم على وجه الممثلة، الممثلة التي أصابها حزن في وجهها، المنطقة التي خرجت فيها النجوم وتحدثوا واحدا تلو الآخر قبل البث المباشر. لماذا لم يكونوا من المشاهير الذين تم استدعاؤهم قبل البث المباشر؟ هنا أقصد لماذا سيلة ترك أوغلو وخليل إبراهيم جيهان لم يتحدثوا قبل البث المباشر؟ هل كان اختيارهم أم كان ذلك ببساطة بسبب افتقار المنظمة إلى الاجتهاد؟ في حين ظلت هذه الأسئلة بدون إجابة خلال البث المباشر، على الرغم من رفع كل من سيلة ترك أوغلو وخليل إبراهيم جيهان أيديهما، تجاهلهما المقدمون مرة أخرى. لماذا لم يتم الوعد بهم رغم وعودهم لنفس الأشخاص طوال الوقت؟ نرى أن سينكتورون ومحسن مرابط ينعكسان باستمرار على الكاميرات بين الممثلين الذين يمثلون قناة السيفن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن خليل إبراهيم جيهان كان منزعج أيضا من عدم منح الحق في التحدث عن تفاصيل أخرى تستدعي الانتباه. أعتقد أن سبب إدلائه ببيان في ميكروفون قناة سيفن في اليوم التالي للبث مرتبط تماما بذلك. من التفاصيل البارزة الأخرى قبل البث المباشر هو أن سيلة ترك أوغلو وخليل إبراهيم جيهان لم يحضرا معا، على الرغم من أن الثنائي يعمل على نفس القناة، إلا أن سبب هبوب الرياح الباردة بينهما غير معروفة حتى الآن. لكنني أعتقد أنهم في معركة كي يخفي حبهما من أجل التفوق على علاقة غرامية بدون مشاكل. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.